السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل شات جي بي تي ممكن نستخدمه في قطاع البناء؟ هل ممكن نساعد في قطاع الإنشاءات والبناء؟ طيب، شات جي بي تي هو معالج لغة طبيعية بيشتغل بالذكاء الاصطناعي ومشهور. في حاجات تانية موجودة، في حاجات تبع جوجل، في حاجات تبع مايكروسوفت، في حاجات تبع شركات أخرى، في حاجات أوبن سورس أنا بتكلم عنها. بس هي الفكرة كلها إن ده الأشهر، فعشان كده إحنا بنستخدم الاسم بتاعه عشان نقرب الصورة. ان انت تتكلم مع الكمبيوتر، يعني زمان خالص كنا عايز معلومه كنت بتروح بقى مكتبه مبارك، كنت بتروح دار الوثائق المصريه، كنت بتروح مكتبات عامه عشان تلاقي معلومه وتقعد تفتح في مجلدات وتدور على المعلومه. دلوقتي بقى في جوجل، دلوقتي بقى في شات جي بي تي. جوجل جميل جدا، بيديك بعض اللينكات لمواقع معينه او كتب معينه، لكن شات جي بي تي بيديك النتيجه مباشره، بتديله سؤال بيديك جيبه. فاصبح الموضوع سهل، ما بقاش بتلف على مواقع كتيره واكتر مكان عشان تكون الفكره، لا هو بيهدم الحاجه ويبدا يقدمها لك. وقرب قوي هيبقى جوجل برضو في نفس الفكره، يعني لما تقول له حاجه يديك الاجابه وبعد كده يديك اللينكات، وهيبقى في ميزه ان الاجابه بتاعته بتبقى محدثه شويه. شات جي بي تي واقفه من 2021 لسه ما تعملوش ابديت. فهل احنا ممكن نستخدمه في قطاع البناء؟ ممكن مثلا عايز تكتب ايميل فهو ممكن يكتب لك ايميل، عايز ترد على ايميل يقدر يرد لك على ايميل. يعني في مره قلت له مثلا اعمل لي CV، راح كاتب لي CV، قلت لا حط لي بقى في خبرات معينه ومعلومات معينه يروح كاتبها لك. طب انا عايز اعمل كود للسيل يروح كاتبه لك. فبيسهل لك الحاجات اللي ممكن تاخد منك وقت. لو انت عايز تكتب كود في البايثون او السي يقدر يعملها لك، ممكن تديله مقاله هو يعيد صياغتها، ممكن تديله نص كبير يلخصه لك، ممكن يكتب معاك مثلا بحث معين، يكتب معاك طب انا عايز صيغه معينه المفروض تتكتب حاجه قانونيه هو يبدا يظبطها لك. وعلى فكره في قاضي اعترف ان هو استعان بشات جي بي تي، قال له عندي القضيه الفلانيه وهو فرح على طول قال له يبقى الحل بتاعها كذا، وارقام القوانين اللي انا استندت عليها في القضيه دي كذا وكذا وكذا. فالقاضي استخدم الحاجات دي. وفي واحد في الكونجرس الامريكي القى كلمه، قال له ما انا قلت للذكاء الصناعي عايز القي كلمه معينه فكتب لي الكلمه دي فجيت اقولها له، وكانت كلمه صغيره بس سابقه يعني. وفي معاملين دلوقتي بيدخل المحكمه قدام القاضي وفي سماعه في ودنه وشات جي بي تي بيغششه يقول ايه. فاصبح الموضوع بيستخدم في اكتر حاجات حرجه. فاكيد احنا في مجال الكونستراكشن مع العلم احنا مش بناخد كلامه ثقه، لان هو حتى الان فيها مش اخطاء بتصل ل 20%. فلازم انت نفسك تراجع على الحاجه اللي هو قالها لك، لان هو ممكن يوديك في كارثه، لان هو بيفتي. يعني جرب تساله سؤال كده غريب ملوش معنى ملوش اجابه مش هيقول لك لا، هيتلاقي بيجاوب يعني. فناخد الكلام نعيد صياغته ونبدا نطرحه. يعني ما تاخدش الايميل اللي هو ادولك كده كوبي بيست وتحطه، ممكن تلاقيه رفضك. فلا، لازم تاخد الحاجه وتقراها وتحط التاتش بتاعتك.